التحاق النجم الجزائري ياسين براهيمي بنادي بورتو البرتغالي صنع الحدث في أوروبا. موقع الاتحاد الأوروبي نشر يوم الأربعاء تقريرا مطولا عن براهيمي، أشاد فيه بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها وأبانها مع المنتخب الجزائري في مونديال البرازيل حين ساهم في قيادته إلى التأهل إلى الدور الثاني. الموقع ذاته أكد أن نجم غرناطة السابق يأمل في السير على نهج الأسطورة رابح ماجر وتكرار ما فعله مع عملاق الكرة البرتغالية حين قاده إلى التتويج بلقب رابطة أبطال أوروبا سنة 1987 بهدف تاريخي سجله بالعقب، مضيفا أن إبراهيم سيجد إلى جانبه زميله في الخضر نبيل غلاس. الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي استعرض المحطات البارزة في مسيرة صاحب 24 عاما منذ مروره على مدرسة نادي ران الفرنسي قبل أن يبرز مع غرناطة الإسباني والمنتخب الجزائري. للتذكير، فإن ياسين إبراهيمي انضم لنادي بورتو لمدة 5 سنوات في صفقة بلغت قيمتها 6.5 مليون يورو.